يعني جهد نتمنى انه يستمر. 193 طن سكر تمويني يا ظالم يا ظالم. سكر تمويني ده مش السكر بتاع السوبر ماركت ولا اي حاجه، بتاع التموين. 193 طن. طب فين ما فين بقى منظومه الكروت الذكيه؟ انا الحقيقه محتاج افهم بقى. طب انا دلوقتي اللي بيصرف السكر بيصرفه بالكارت الذكي حضرتك، 100 لازم بقى احنا نتتبع يعني طبعا في ارقام مفزعه، والراجل اللي حاطط 700 طن في فيلته ده يعني انا مش عارف بيحل بيهم ايه بالظبط، لكن احنا بنتكلم عن 193 طن سكر تمويني، ده رقم لازم نقف عنده. ليه لازم نقف عنده؟ عشان دي بقى منظومه كامله، دي عصابه. لان حضرتك مفيش واحد بقال تمويني بينزل عنده 193 طن، ده مش واحد، احنا ده لازم بيتم جمع الكميات دي من اكتر من واحد، لازم الشبكه دي كلها يتم ضبطها، ولازم الناس دي كلها اللي ساهمت في ان هذا الرجل، وعلى فكره ده مش الوحيد يعني، وضبط 193 طن معنى كده ان في اطنان تانية ومئات الاطنان التانية تم تهريبها بدون ما حد يشعر، فبالتالي لازم كل هذه الناس يمنع اصلا تعاملها مع التموين ايا كان حجم اللي شارك في دوت، لازم يتم ضبط ده، لان دي كمان ده الدوله بتدعم السكر وبيروح عشان يتباع ب 10 و11 و12 جنيه للكيلو. عموما تكون مغلظه، يعني انا شايف ان العقوبات لازم تبقى مغلظه يا احمد. ده اكيد، ولابد يكون في عقوبه واضحه جدا امام الجميع، وتكون مغلظه زي ما انت اتكلمتي بالنسبه للسلعه اللي بتدعمها الدوله. عموما